بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة دي مقدمة شرح اليوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري. الحلقة اللي فاتت في السلسلة اتكلمت عن NTL وازاي تقدر تقدم فيها، وقلت ان انت واحدة من الحاجات اللي ممكن تقدم فيها هي اليوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري، وان انت مش مضطر تقدم فيها، لكن انا ان شاء الله بسلسلة الفيديو دي اخليك تقدر ان انت توصل للكونتنت بتاعها كله على الموقع مجانا، وتوصل للبروجكتس بتاعتها. وانا هشرح البروجكتس دي عشان خاطر لو انت عايز تراجع البروجكتس دي وتحلها بنفسك، وتقدر تستغل ال NTL في ان انت تاخد حاجة مور ادفانسد عن ال Udacity Machine Learning Learning Degree. طبعا اللينك للسلسلة هتلاقيه تحت الفيديو، وهشرح لك ازاي ان شاء الله تجتاز الماشين ليرنينج نانو ديجري لو انت دخلتها. طيب اول حاجه، اليوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري هي موجوده على الموقع بتاع اليوديستي، هحط لك اللينك تحت برضو. هي عباره عن ايه؟ عباره عن ترم، وان ترم 6 مانثس، 6 شهور. المفروض انت بتذاكر بمعدل 15 ساعه اسبوعيا، تمام. البري ريكويست بتاعتها بايثون اند ماشين اند ماثيماتكس، بعض البايثون هنشوفها اكتر قدام شويه. تمنها 18000 جنيه او $600، تمام. طبعا الماشين ليرنينج نانو ديجري هي مدعمه من كاجل، وكاجل ده اكبر موقع للداتا ساينس او اشهرهم يعني الداتا ساينتست او مجال ماشين ليرنينج برضو. طيب تعالى ننزل تحت كده. اول حاجه عايزين نشوف ايه البينيفيتس او ايه الفوائد اللي انت بتاخدها مقابل ان انت تشتري النانو ديجري دي. اول حاجه، النانو ديجري بتوفر لك سلاك جروب عشان خاطر تخش عليه تسال اي سؤال انت عايزه. نمره اتنين، في منتور بيجي لك يعني بتكونكت معاه انت شخصيا، تقدر تكلمه في اي وقت، تقدر تسأله عن أي حاجة أنت عايز تسألها. هو كده كده بيسألك كل أسبوع إذا كنت أنت محتاج حاجة تقدر تتابعها. نمرة تلاتة، الفورم أو المنتدى بتاع اليوديستي ماشين ليرنينج نانو ديجري، وهو في فورم متاح مجانا للكورسات اللي عليه، اللي هي متاحة مجانا على الموقع أساسا، لكن الفورم المجانية ما يعني المحتوى بتاعها أقل شوية. وفي نفس الوقت الفورم اللي هي بتاعت الماشين ليرنينج نانو ديجري عليها ناس قاعده مخصوص عشان يعني بياخدوا فلوس عشان يجاوبوا على اي اسئله تطرح، وبالتالي المحتوى بتاعها قوي اكتر شويه. لكن ان شاء الله انا هوفر لك كل يعني اجابات لكل الاسئله اللي ممكن تواجهك في خلال البروجكتس بتاعت النانو ديجري. طيب ايه البري ريكويستس؟ هتلاقيها هنا اهو، تنزل تحت في الموقع من تحت كده هتلاقي البري ريكويست. اول حاجه ان انت تكون عارف البايثون، يعني تكون عندك خبره معقوله في البايثون، عندك يعني عارف اساسيات البايثون وازاي تكتب فانكشن، ازاي تعرف داتا ستراكشر، ولو عندك شويه اوبجكت اورينتد بروجرامنج تبقى ممتاز جدا. طيب نمره اتنين، شويه حاجات عن الاحصاء الستاتستيكال نوليدج، زي البوبيوليشن سامبل، يعني ايه مين، يعني ايه ستاندرد ديفيجن، ستاندرد ايرور، هايبوثيسيس، الكلام ده كله يعني يكون حاجه كويسه جدا لو تعرف. نمره ثلاثة، الكالكولس اللي هو التفاضل والتكامل واللينير الجبرا او العمليات اللي بتتم على المصفوفات. هو يكون عندك فكره عن التفاضل من المستوى الاول والتكامل من المستوى الاول، السيريز زي يعني معلومات عن السيريز، ازاي برضو جمع او ضرب المصفوفات والكلام دوت، هيكون كلام مفيد. طبعا الكلام ده المفروض ان هو اتدرس في الهاي سكول، ولو انت درسته في الجامعه بمستوى اعلى شويه يبقى ممتاز جدا. طيب لو انت ما تعرفش يعني البري ريكويست دي مش عندك، في كورسات هنا هم مقترحينهم اهو، هتلاقي هنا كل دي كورسات مجانيه انت ممكن تاخدها، دي فيها البري ريكوست كلها. الكورس بتاع خان اكاديمي دون اللي هو بتاع تفاضل، خان اكاديمي فيها قسم بالعربي ممكن برضو انت تخش عليها، هتلاقي فيه برضو شروحات كويسه جدا. كل ده مجاني عدا اللي هو الاخراني ده اللي هو الداتا اناليست بس، يعني لو انت ما خدتش داتا اناليست بروجرام ده مش هيحصل مشكله ولا حاجه، تمام. طبعا لازم يكون عندك جهاز عليه البايثون، ويفضل تكون مسطب الاناكوندا
يكون عندك الجهاز فيه رامات يعني بحجم كويس عشان تقدر تعمل ران بروجكتس، خصوصا البروجكتس اللي في الاخر اللي هي الكبيره شويه، يكون عندك الرامات بتاعته عاليه شويه، يعني 8 جيجا طبعا هيكون ممتاز، لكن لو اقل من كده شويه برضو 6 او حاجه يعني هيبقى كويس يعني. تمام، طيب تعالى نبدا بقى نخش النانو ديجري بقى، نشوف ايه الكونتنت بتاعها. طبعا ايه اللي انا كنت عايز اقوله، ان طبعا المبلغ ده كبير جدا بالنسبه لل يعني اللي تستحقه يعني النانو ديجري شويه، من وجهه نظري الشخصيه طبعا، يعني مقابل ان انت تعمل ريفيو على البروجكتس، ومقابل ان يبقى عندك منتور، يعني رقم كبير قوي ان انت تدفعه يعني. طيب النانو ديجري عباره عن ايه زي ما انت شايف كده، اهو ده الكونتنت بتاع اللي في الجنب ده. هي اول حاجه، اول بارت دون ده فاونديشن. الفاونديشن دون بيكون عباره عن البروجكت الاولاني اللي هو تيتانيك سيرفايفل اكسبلوريشن، ده بيعلمك ازاي تعمل اكسبلوريشن للداتا، ازاي تقدر تقراها، ازاي تقدر تعمل شويه جرافز ان انت تشوف الداتا، تقدر تعمل حاجه شبه الكلاسيفيكيشن بس مانوالي، يعني اللي هو اس اف كونديشن، عشان خاطر يفهمك الفرق بين الماشين ليرنينج وبين ان انت تعمل يعني برمجه صريحه بالكونديشن، يعني عشان تستنتج شيء معين. طبعا كل البروجكت دي انا هشرحها في خلال حلقات السلسله دي، تقدر ان شاء الله تكملها معايا. البروجكت الثاني وهو عن الريجريشن اللي هو بريدكشن بوستن هاوس هاوسنج برايسز، وانت بتستنتج يعني سعر المنازل في بوسطن، في مدينه اسمها بوسطن، ودي داتا سيت موجوده مشهوره جدا على الانترنت، وتقدر تنزلها في اي وقت تشتغل. بارت 2 ده جزء بتاع الكارير، ده برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتدفع عشانها فلوس، يعني الجزء بتاع الكارير ده يعني جزء بتخش عليه بيديك بعض النصائح، ازاي تكتب سي في، ازاي تبدا تعرض نفسك في الشغل لما تخش انترفيو تعمل ايه، بيديك ليه يعني ليه مراجعه للسي في بتاعك على لينكد ان، وهكذا يعني، برضو يعني شويه تعليمات ونصائح عن ازاي يعني تقدر تنشر نفسك وتسوق لنفسك عشان الشغل وكده يعني. طبعا الجزء ده انا مش يعني مش هشرحه او حاجه، ده حاجه انا مش دعوه بيها يعني. الجزء الثالث اللي هو السوبرفايزد ليرنينج، وده هيشرح فيه الكلاسيفيكيشن، هناخد البروجكت ده اللي هو فايندنج دونرز اوف تشاريتي ماشين ليرنينج. البروجكت ده هيخليك ان انت تبدا تقرا كتير شويه عن الالجوريزمز بتاعت الماشين ليرنينج، بتاعت السوبرفايزد ليرنينج، وتعمل مقارنه بينهم وايه مميزات وعيوب كل واحد فيهم، وفي الاخر هتستخدم 3 منهم تستخدمهم، وتختار واحد تحسن الاستخدام بتاعه، وتبدا شرح مجموعه من الحاجات عنه يعني. تمام، البروجكت الجزء الرابع، البروجكت الثالث يعني، اللي هو الان سوبرفايزد ليرنينج، وده الجزء ده بيشرح فيه الكلاسترنج، وهيشرح لك فيه الالجوريزم بتاعت الكلاسترنج، وطبعا لان الالجوريزمز بتاعت الان سوبرفايزد ليرنينج قليله شويه عن السوبرفايزد ليرنينج، فهيبدا يديك هنا بعض التوبكس المهمه اللي بتستخدم في جميع الحاجات، وهي زي حاجه زي البي سي اي، زي السكيلينج، دي مجموعه من يعني البري بروسيسنج اللي بتحصل على الداتا عشان خاطر يعني تبدا تتعامل معاها بالماشين ليرنينج يعني. بعد كده البارت 5 دون عباره عن الرينفورسمنت ليرنينج، وهو النوع الثالث من الماشين ليرنينج، او في ناس بتسميه الكيو ليرنينج، وده يعني نوع يعتبر حديث شويه بالنسبه للانواع الاخرى. والبروجكت هنا اللي هو ترين سمارت كاب درايف دون، ده اللي انت هتتعلم فيه ان انت ازاي تعلم تاكسي كاب يعني ان هو يوصل من مكان لمكان بدون ما يعمل حوادث، وبذكاء يعني كأنها عربية سيلف درايف يعني، بس طبعا البروجكت على صغير يعني. تمام، البروجكت البارت 6 هو الديب ليرنينج بروجكت، وده بتاخد فيه البروجكت اللي هو دوج بريد كلاسيفاير، وده بروجكت بتتعلم فيه ازاي تعمل كلاسيفيكيشن للبريد اوف دوجز اللي هو نوع الكلاب.
تختار ازاي تعمل، يعني بيجي لك مجموعة من صور الكلاب والالجوريزم بتاعك بيعرف نوع الكلب ده ايه. طبعا دي مهمة صعبة اصلا للبني ادمين، طبعا بالنسبة للماشين ده بيكون حاجة كويسة جدا. طيب اخر حاجة طبعا بارت 7 ده انا مش هتكلم فيه طبعا، ان ده عبارة عن ان انت بتختار بروجكت من تفكيرك انت على ذوقك انت، وانت اللي بتبدأ تختار يعني تعمل له بروبوزل، تختار انت هتعمل فيه ايه، الداتا سيت اللي انت هتجيبها، ايه الالجوريزم اللي انت هتشتغل بيه، ايه الريزلت اللي انت عايز توصل لها، تعمل له بروبوزل، وبعد ما بيوافقوا عليها بتبدأ تعمل البروجكت نفسه وبتقدمه وبتعمل له ريفيو كده. دي كده هو ده كل الماشين ليرنينج جراند ديجري. طبعا في جزء اكسترا هنا، ده جزء اكسترا بره اللي هو الجزء الرئيسي. الجزء الرئيسي ده المفروض انت تتمه عشان تاخد الشهادة. يعني الجزء الاكسترا هو طبعا اول حاجة جزء اللي هو الفاونديشن، ده حاجة زي البري ريكويستس، يعني بيتكلم برضو في البايثون، بيتكلم في اللايبرز اللي هي بتاعت البايثون، بيشتغل في الداتا ساينس زي النامباي بانداز، بيديك شوية كلام عن الاسكليرن والسايباي، يعني زي مقدمة، بيتكلم شوية في الإحصاء، شوية في اللينير الجبرا، يعني مجرد ايه يعني حاجة بريكويست للموضوع يعني. طبعا في جزئين هنا اللي هم برضو عن الجوبس والنتوركينج، وازاي السي في، وازاي تقدم على وظيفة والانترفيو والكلام ده كله. الجزء ده اللي هو نفسه الجزء اللي هو الاولاني اللي هو التايتانيك بروجكت، بعد كده الجزء ده ديب ليرنينج تنسر فلو، ده اللي هو تنسر فلو اللي هو ده بروجكت ان شاء الله هبقى اشرحه برضو، اللي هو عن ازاي تستعمل الديب ليرنينج مع التنسر فلو. وفي بعد كده الجزء ده برضو عن الكارير، وشوية مقدمة بعد كده عن كاجل، وازاي تستخدم موقع كاجل وتقدر تعمل بروجكتس عليه. تمام. طيب طبعا المحتوى بقى بتاع الكورس عبارة عن ايه؟ المحتوى بتاع الكورس اصلا متاح مجاني، هتخش على الموقع بتاع النانو ديجري بتاع يوزيتي اسف، هتلاقي اللي هو كتالوج ده اللي هو الكلاسيفيكيشن اللي فوق ده، الكتالوج ده تخش عليه، هتختار فري كورسز وتختار ماشين ليرنينج، هتلاقي يطلع لك كورسات زي اللي قدامي دي كده. المحتوى بتاع الكورس كله موجود اساسا هنا، الجزء اللي هو انترودكشن تو ماشين ليرنينج ده، الكورس ده، والكورس ده اللي هو ماشين ليرنينج بس ده، تمام، بتاع جامعة جورجيا. تمام. الكورسين دول هما دول المحتوى. الكورس بيكون ماشي ازاي؟ الكورس بيكون ماشي ان انت مثلا بتاخد الجزء بتاع الريجريشن في الكورس اللي هو الانترودكشن تو ماشين ليرنينج، وبعدين بتاخد نفس الجزء اللي هو الجزء بتاع الريجريشن يعني في الماشين ليرنينج. ده بيتكلم عن الجزء بتاع اللي هو ماشين ليرنينج ده، يعني متخصص اكتر بطريقة في الجزء الاكاديمي، بيتكلم بطريقه اكاديميه اكتر، بيتكلم في الماثيماتيك في بتاعه الموضوع، والجزء اللي بتاع البروجكت او بتاع الكورس ده اللي هو انتروداكشن تو ماشين ليرنينج ده بيتكلم عن يعني الانتويشن بتاع الموضوع، الفكره العمليه بتاعته ماشيه ازاي، يحاول يفهمك الموضوع براكتيكالي اكتر، ويحاول يعلمك بعض ازاي تستخدم او تنفذ الالجوريزم بالبايثون باستخدام الاسكيلر طبعا واللايبريز بتاعت البايثون. الكورس اللي هو الانترو ده ممتاز جدا بصراحة، جيد جدا طبعا كناحية عملية، يعني هو مؤدي الغرض بتاعه ان هو بيعلمك الجزء العملي بتاع الماشين ليرنينج، لكن الجزء النظري اللي هو ماشين ليرنينج بتاع جامعة جورجيا ده بصراحة الشرح بتاعه مش حلو قوي، الناس دي يعني شرحهم مش جيد قوي، يعني اعتقد ان هو مش احسن حاجة يعني. طبعا اللي بعد كده انت بعد ما المفروض بعد ما خلصت اي جزء، يعني بعد ما خلصت مثلا الريجريشن في الكورسين، المفروض ان انت تبدا تعمل ايه البروجكت بتاعه. طيب البروجكت دي فين؟ البروجكت دي هتلاقيها على الموقع بتاع جيت هاب اهو، على اليوديسيتي ماشين ليرنينج، دي هي دي النانو ديجري، جوه الفولدر بروجكتس ده هتلاقي كل البروجكتس موجوده جواه، تقدر تخش عليه وتقدر ان انت تنزل البروجكتس، وحتى في بعض الامثله، وفي بروجكتس اتشالت من اصلا من نانو ديجري موجوده، وفي امثله يعني موجوده مش بروجكتس انما امثله محلوله تقدر تخش عليها تشوفها وتحمل كل البروجكتس. طبعا دي بس مقدمه، انا ان شاء الله يعني البروجكتس دي انا هشتغل عليهم واحد واحد، وهوريك البروجكتس دي بتتكلم عن ايه،
وهشرحه بالتفصيل، يعني هشرحك تمشي عليه ازاي، مش هحل لك البروجكت وانما هعلمك ازاي تمشيه وازاي تحله وايه الحل المثالي اللي في الاخر، وهوفر ليك برضو الجيت هاب بتاعي اللي هو على ايه الحلول بتاعة البروجكت دي، بحيث ان انت لو غلبت خالص ومقدرتش توصل للحل النهائي تقدر تخش على البروجكت اللي انا حليته اللي اتعمل له ريفيو عن طريق ديستي نفسهم، وتقدر تخش تشوف الحل وتحاول تصحح حلك او تعالى تفهم الحل بيوصل له ازاي. طبعا اتمنى ان يكون الفيديو ده فاتكم، وان شاء الله تتابعوا بقية السلسلة معايا، ولو في اي استفسار ان شاء الله انا منتظر اسئلتكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.